كل يوم طبعا هون كل الانترنت على حساب كل يوم تنظيم هذا المعرض وفي هذا الوقت بالذات كما أشرت يعطي دلالة أخرى على أهمية الصناعات الغذائية كفرع رئيسي من فروع الصناعات الغذائية. وأعتقد أن الصناعات الغذائية أصبح يشكل الفرع الثاني في إطار القطاع الصناعي من حيث الأهمية، سواء على صعيد مساهمته في الناتج الصناعي الإجمالي أو على صعيد مساهمته في التوظيف. نتحدث عن تجربة هذه الصناعة في فلسطين والتي تثبت يوما بعد يوم أهميتها وعمق صلتها بالمواطن الفلسطيني وبحياته اليومية العادية، حيث تنفق الأسرة الفلسطينية ما يقارب من 36 إلى 38% من دخلها على الغذاء، في شراكة حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني. هذه الشراكة التي تتجسد اليوم في إقامة هذا المعرض الغذائي الذي يقيمه اتحاد الصناعات الغذائية هو تعبير عن شراكة حقيقية ما بين الحكومة، ما بين القطاع الخاص، ما بين الشراكة الدولية الممثلة بالجي آي زد،